أو على الأقل هل من مسؤول يتحمل المسؤولية اللي كلف بها فيقترح حلول ويتخذ قرارات قد تنقذ ما يمكن إنقاذه، فلا يترك المواطن لمصيره في المرض والعائلته للصاشيات في الموت. لن أطالب ولن ألح، بل سألتمس الحد الأدنى وهو أنه يتكلم أحد حكامنا فيطمئن ويوعي، حد عنده ثقة كبيرة من التوانسة. والسادة أن الحرب على كورونا كورونا مش وقت فادلك يعيشك. كل كسكسي نهار لحد معروف الحكايه. وبقيت الجمعه صلوا كركم. مرحبا يا سي الازهر. ايه علاش ليه؟ ما نقصد في الكبير صبرا جميلا وسنه قصر ان شاء الله. ان شاء الله اما راهو ما نقصدش لا في اجراءات ولا في قرارات، لا جمله نعرف ما باليد حيله، اما نصيحه توجيهات كلمه خطاب تي حتى لايف فيسبوك تي حتى جرد سماس. إن شاء الله خير. أغسل الكمامة القماشية بالماء الدافئ والصابون. أغسل الكمامة يعطيها صحة الوالدة دي ما تتذكرني. بلبسين الكمامة نتضامنوا ضد الفيروس. نتضامنوا ضد الفيروس ونتضامنوا بالضبط وشال. لا مش الوالدة، هي مش قارية برشا ما تكتب صحيح، هذه ما تكون كان وزارة الصحة. ملا سياسة اتصالية وملا ناقص كان باش تقولوا تضامنوا مع بعضكم وحبوا بعضكم. ومش معناها بوس تعنيق. لا يظهر الحكاية لازمها واحد من جنرالات. شخص الغنوشي نعرفه أنا قدر المقامات تاع الناس والجنرالات يعاملوا معاملة خاصة. وهو أحد الجنرالات في تونس. واحد من الجنرالات عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق اللي بدوره حكى على ضرورة وجود سياسة اتصالية. الخطة الاتصالية لأن كيف نقاوموا في المرض هذايا مانيش نقاوموا فيه بالأدوات الطبية فقط، بالزريقة وبالسرير وبماكينة الإنعاش. سي عبد اللطيف عنده طريقته الخاصة في توصيف الوضع، تتذكرها هذه زهير؟ أنا نقود سيارة في طريق وعرة. أنك تقود سيارة في طريق وعرة يعني ماهيش الأمور مسيطر عليها 100%. يعني نجم معناها توا لاباس بعد بدقيقة ما نعرفش. هي نفس الكهرباء كيما السيارة اللي هابطة في منحدر بونت وتعمل دي بتي كود فران باش الكهرباء ما تنزلقش. أو كل ما تشوف السرعة متاعها زادت هذوما نستعملوهم كوم دي بتي كود فران، ضربات مكبح صغيرة من حين لآخر باش نسيطروا بهم على يعني إنه وعبور الأزمة نفسه تقريبا هو عبور نهر. كأننا سنعبر نهرا، يعني عندنا مصلحتنا في الضفة الأخرى من النهر وبالتالي باش نتبلوا، المهم ما يسقطوش قتلى في هالعبور هذايا. وفي ظل الأزمة والكارثة الصحية المطلوب واللي يلزم تكون الطبقة السياسية هذه تخرج من التموقع والغالب والمغلوب، لأنه حتى حد ما هو باش يتغلب كان تونس. وشكون سمعك يا سي الأزهر؟ تيهوما الكل لاهين في أمور أخرى، النواب مثلا حتى إذا كان نقرر مش باش نحكي على اللي صاير في المجلس على خاطر الحقيقة وليت نحشب أنا فيه، فإنه عاركم يبدأ في المجلس ويتواصل في الإعلام، وإحنا ما هو إعلام عار كما تعرفوا، عاد نحبوا على الفضايح، نقصد على الجو تي، نقصد على حق المواطن في المعلومة. رشد الخياري تتذكروش قال جاتني عرض البارح ب 150 مليون. 150 مليون برشا الحق حسب ضيفنا البارح عدنان الحاجي. لحظة سعدان، انت ما تصدقش رشد الخياري بال 150 مليون طلبوها؟ والله استبعدوا في مثل هذه الحالة. شنو هو معناتها برشا ولا شوية؟ نعم برشا ولا شوية؟ قضية في ما هي الجدوى. شكون هو رشد الخياري تقول انت؟ بطبيعة الحال تقولها بصراحة سي عدنان، تيعمل كيما حصون الناصفي. أنا النايب هذا لا أعتقد أن قيمته تتجاوز بعض الدنانير. لا هذه قوية، ورد رشد الخياري كان أقوى. عادة أنا لا أجيب رويبي، ولكن السيد هذا معروف أنه يتمسح على عتاب العسكر والانقلابيين في العالم العربي، ويبدو أنه أعلم مني بالدراهم والدنانير، بالتالي معناه هذا الشيء لا يستحق حتى رد. والأقوى أقوى هو اللي حكيت عليه نسري العماري، اللي قالت أنه عبير موسي كانت على علم بإصابتها بالكوفيد وأنها نزعت البافيت في اجتماع نهار 2 أكتوبر، وحكيت من قريب مع بقية الحضري. سيدة تعرف اللي هي يظهر لي مريضة من نهار 2، أنا كنت حاضرة فيه الاجتماع ومدام عبير تنحات البافيت وصورتنا وقربت لنا حتى نحن باش صورنا وغيره وغيره. وفي وسط العارك والتجاذبات هذه إن شاء الله تتعدى القوانين، إن شاء الله مش الكل عادة. زعفناه والله، زعفناه القانون والله يزعفني. هذا تعبير عماد بالحاجة خليف على استيائه من التجاذبات اللي صايرة على قانون حماية الأمنيين، أما مش مشكل كما تعديش القانون. يا أخوي حتى ما تعديش القانون هذايا، احنا باش نبقى ونخدم في بلادنا ونخدم ونضربونا وما عندناش مزية، أما على كل حال ناس عرفناهم وكا وقلت عرفناهم ناس شنو هما. وعلى قولك سي عماد، أما بعيد على القانون، الكورونا يجيها نهار وتتعدى، حتى احنا عرفنا سياسيين وحكامنا اللي كنا نستناو فيهم باش يطلوا علينا من فوق وينصحونا ويوعيونا وياخذوا إجراءات، أما هما يطلوا لهم اللوطة يحادف فيهم بالحجار من اللوط. بالسياسة يا سي الأزهر، ميكس من عند سيد أحمد الحباسي بتصريحاتك.